إذا لمتابعة تمديد الهدنة المؤقتة في فلسطين في ظل محاولات الاحتلال إفشالها بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث الفلسطيني سليم سليم، وعبر الهاتف من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. أبدأ معكم أستاذ سليم، بعد تمديد الهدنة يومين إضافيين وذلك تم ذلك بجهود قطرية حثيثة، أستاذ سليم هل ترى أن هناك فرصة لمزيد من التمديدات؟ نعم، في الواقع يعني هذين اليومين آتيا بعد 4 أيام من الهدنة تم التوصل إليها برعاية قطرية وبجهود مصرية. في بداية هذه الحرب كان هناك دعوات قوية جدا لوقفها، وكان هناك ضغوطات على إسرائيل لا سيما في الأسابيع الأخيرة من قبل أطراف متعددة سواء في الإقليم أو في العالم، ولكن إسرائيل كانت ترفض دائما هذه الدعوات وتصر على مواصلة حربها دون أي هدنة ولو لساعات معدودة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة. اضطرت أخيرا إسرائيل أن تقبل بهذه الهدنة قبل عدة أيام وبشروط المقاومة الفلسطينية، وكانت المقاومة قد طرحت هذه الهدنة قبل عدة أسابيع، أي قبل الاجتياح البري الواسع في قطاع غزة، ورفضتها إسرائيل في ربما محاولة للإفراج عن المحتجزين محتجزيها في قطاع غزة بالقوة، ولكن فشلت إسرائيل في الإفراج حتى عن محتجز إسرائيلي واحد من داخل قطاع غزة. ومع الضغوط الدولية وأيضا الضغوط داخل الكيان الإسرائيلي بالإفراج عن المحتجزين ولو بصفقة تبادل، اضطرت إسرائيل أن تقبل بهذا الاتفاق، اتفاق هدنة لمدة 4 أيام ومن ثم مددت ليومين إضافيين، ما يعني أنه ربما تمدد بعد ذلك لوقف إطلاق نار شامل، ولكن ربما سيكون ذلك بالتدريج، مع لفت الانتباه إلى أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. بن غفير، إيتمار بن غفير وهو وزير إسرائيلي متطرف، قال وقف الحرب يعني حل الحكومة، وهذا الأمر يبدو بأنه مقلق جدا بالنسبة لنتنياهو الذي يتحالف مع هؤلاء المتطرفين. يبدو بأن هناك خلافات قوية، نتنياهو ربما يرجح الذهاب إلى وقف إطلاق نار شامل حسب ما يستشف من هذا التصريح، في حين أن حلفائه المتطرفون يريدون مواصلة الحرب. يبدو أن نتنياهو صعد على الشجرة والمخرج يعني عالميا وداخل إسرائيل بالنزول عن الشجرة بوقف إطلاق نار كامل، ولكن من الواضح أن هناك أيضا معارضين لهذا الأمر. دكتور محمود، أجدد الترحيب بكم، كان من المفترض أن تكون معنا عبر سكايب ولكن حدث أمر طارئ كما ذكر بروديوسر الأخبار، وهو اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين. حدثنا عن هذا الاقتحام وتطورات المشهد لديكم، ما هو سبب هذا الاقتحام دكتور محمود؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يعني اعتدنا نحن في جنين والمخيم وعدد من البلدات المجاورة أن إسرائيل يوما بعد آخر تقتحم، والمخطط واضح وهو استهداف المقاومة واستنزافها. الآن نتحدث عن قوة كبيرة جدا قد تصل إلى 1000 جندي يمارسون عملية تفتيش في العديد من الأحياء داخل مدينة جنين. الآن يتم مداهمة حوالي 5 أحياء، أطراف مخيم جنين جميعها محاصرة، مخيمات جنين بالكامل، المستشفيات بالكامل محاصرة. الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الخروج من مستشفى ابن سينا ومن المستشفى الحكومي لإنقاذ الجرحى.
قبل قليل تم محاصرة مستشفى الرازي وهو مستشفى تابع للجنة الزكاة. مع بداية العدوان إسرائيل حاصرت أحد المنازل وتقول بأن فيه مجموعة من المسلحين يتحصنون في هذا المنزل، الآن يحاصرون منزلا آخر في إلى الغرب من مدينة جنين. المشهد لا زال غامضا، ولكن هناك وحدة مشاة تحاول بأن تنزل من حي الجابريات غرب مدينة جنين باتجاه المخيم، وهناك وحدة أخرى محمولة تحاول من جهة ما يسمى ميدان الحصان إلى الشرق من مخيم جنين إلى الاقتراب من منطقة الساحة في وسط المخيم، واكتمال مداهمة أجزاء أخرى من جهة حي الدماج ومناطق أخرى. هذا الأمر يتم وسط تغطية كثيفة جدا من طائرات حربية إسرائيلية، جزء منها طائرات انتحارية وجزء آخر من طائرات استطلاع محملة أيضا بالقذائف وطائرات مروحية بين الحين والآخر تتفقد الأجواء، ما يظهر أن جنين قد تكون على مشهد أو على موعد مع مشهد دموي كما حصل على مدار الاقتحامات التي حصلت منذ هذا العدوان على قطاع غزة. بالمتوسط إسرائيل في أي عدوان في جنين وحتى في طول كرم بالذات لا تخرج إلا باغتيال ما لا يقل عن 5 إلى 10 مواطنين، ويكون جزء من هؤلاء المواطنين مقاتلين ومقاومين، لأن المقاومة الفلسطينية لديها تكتيكاتها، لديها يعني خطوط دفاع، لديها خطوط حمر لا تسمح بإسرائيل بأن تدخل إلى مناطق معينة هي شديدة التحصين وبالضرورة تتواجد فيها بعض التجهيزات، يتواجد فيها بعض المقاومين الخطرين بالضرورة. إذا نحن أمام مشهد مشتبك قابل للاشتداد، قابل لمزيد من التصعيد، وللأسف هذا يتزامن أيضا مع قصف شديد بالأسلحة الرشاشة. المقاومة الفلسطينية تقوم بإلقاء عبوات ناسفة بتزامن مع إطلاق نار تجاه العديد من قوات الاحتلال، سواء من مجموعات المشاة أو من المتواجدة في الآليات العسكرية. دكتور محمود، سأعود إليك لنناقش تصريح نتنياهو، ولكن أستميحك عذرا سأنتقل إلى الأستاذ سليم. أستاذ سليم، قادة المقاومة أكدوا رغبتهم في تمديد الهدنة وهو ما قد كان، ولكن كيف يمكن قراءة هذا الموقف من قبل المقاومة رغم انتهاكات الاحتلال؟ نعم، المقاومة تفهم نبض الشارع الغزي المصدوم بهذه الحرب. هناك ضحايا كبيرة جدا على صعيد قطاع غزة، الناس بحاجة لالتقاط الأنفاس، بحاجة لانتشال الشهداء، بحاجة لإسعاف الجرحى، هناك حاجات إنسانية يتم تلبيتها، هناك مستشفيات تحتاج إلى الوقود. الوضع الإنساني هو وضع كارثي للغاية، لذلك كل هذه الأمور تتفهمها المقاومة الفلسطينية وتقبل بتمديد لهذه الهدنة. لكن هذه الهدنة تود أن تؤكد المقاومة الفلسطينية بأنها لم تكن من ضعف، وبأنها تتعامل الند بالند مع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كان هناك خروقات إسرائيلية، وعلى مدار أيضا أيام الهدنة اللافت كان رد المقاومة اليوم بتفجير 3 من العبوات بالجيش الإسرائيلي، وأيضا الرد بإطلاق نار على جنود الجيش الإسرائيلي، لتؤكد المقاومة الفلسطينية بأنها تواجه الرد بالرد وأنها لن تسكت على الخروقات الإسرائيلية في والإخلال بشروط الاتفاق. دكتور محمود، نتنياهو من جهته لا يزال يؤكد أن غزة لن تعود لما كانت عليه قبل معركة طوفان الأقصى. في أي سياق ممكن أن نفسر ذلك، خاصة أنه قد رضخ لمبدأ ولمسألة تبادل الأسرى بين الطرفين؟ يمين نتنياهو لديه مخطط واضح. في اليوم الثالث من هذه المعركة حزب اللقود الإسرائيلي قدم خطة من 6 صفحات وتم اعتمادها من قبل قيادة اللقود. هذه الخطة تقوم على أمرين أساسيين، الأمر الأول الدفع باتجاه ترحيل ما أمكن من سكان قطاع غزة إلى مناطق الجنوب، ومن ثم محاولة طردهم إلى خارج الحدود، وبالذات
إلى أوروبا وإلى مصر بالأساس. إسرائيل تريد أن تستغل وجودها في قطاع غزة من أجل الاستثمار في موضوع الغاز الطبيعي. على مدار السنوات الخمسة الأخيرة شركات تنقيب أوروبية وروسية ويعني دولية قد وجدت كميات هائلة من الغاز الطبيعي في بحر قطاع غزة. إسرائيل تجد بأن هذه فرصة من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية في قطاع غزة، وهذا يؤمن لها يعني مسارا بريا، لأنها تطمع بعمل قناة بديلة لقناة السويس، وربما مصر تدرك خطورة سعي الأردن سعي إسرائيل للتغرير في دول شقيقة مثل البحرين والإمارات من أجل إقامة قناة لنقل الماء من البحر الأحمر عبر أجزاء من الأردن إلى البحر الميت بحجة تطبيق ما يسمى بقناة البحرين. أعتقد أن الأردن من خلال المخططات التي تقدم لجلالة الملك ومن خلال تقديرات الأمن القومي والمخابرات العامة باتت يعني على يقين تام بأن هناك مخطط خطير في المنطقة، وأنها ستسعى بإفشال هذا المخطط لأنه يندرج ضمن مخطط خطير وهو صفقة القرن الذي كانت المملكة إلى جانب فلسطين ودول أخرى شقيقة رافضة إلى هذه الصفقة، ولكن إسرائيل تسعى لممارسة نوع من الهيمنة من خلال الانحياز الأمريكي الصارخ ومن خلال الدعم اللامحدود من قبل العديد من الدول الأوروبية لتضغط على الدول الشقيقة. طيب. الأمر خطير، وبالضرورة أن مصر والأردن مطالبتان بمزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية وعلى من يوفرون هذا الغطاء اللامحدود على صعيد توفير الماء وتوفير المال وتوفير السلاح وتوفير العتاد وتوفير حتى المعلومات الاستخبارية لكي تواصل إسرائيل حربها. أنا لا أفهم كيف بايدن يتحدث من خلال المتحدثين الرسميين في البيت الأبيض عن أنه قلق من أنه لا توجد خطة لخروج إسرائيل من قطاع غزة، وأنه يستمر بهذا الدعم اللامحدود. قد يكون السبب الأساسي من وراء هذا الموضوع نظرته إلى الصوت الذي يتأثر باللوبي الصهيوني مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وعامل الانتخابات هو عامل تأثير سلبي على مسار الحرب في قطاع غزة، وهذا ما يدفع بايدن إلى هذه المغالاة من خلال المجيء إلى المنطقة شخصيا، من خلال إرسال وزير الخارجية مرات عديدة، من خلال إرسال مساعد وزير الخارجية، من خلال إرسال رئيس جهاز المخابرات المركزية الذي يتواجد الآن في قطر، علما بأنه زار إسرائيل مرات عدة هو ووزير الدفاع الأمريكي. إذا نحن أمام موقف متدحرج خطير. إسرائيل تجيد اللعب على موضوع ابتزاز أمريكا، استغلال اقتراب الانتخابات من أجل الحصول على أعلى مبلغ ممكن من المساعدات، وهي ابتزت أمريكا وأخذت ما هو كثير، وابتزت أمريكا وأخذت منها العدد الهائل من الأسلحة والعتاد، وللأسف الشديد كانت هناك مصلحة لأمريكا حتى تجرب بعض القذائف وبعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة التي هي حديثة التصنيع، وللأسف الشديد وجدنا أن قطاع غزة هو المكان الذي وجدت فيه أمريكا المكان الأنسب من أجل تجريب هذه الأسلحة دون أن تنظر إلى تداعيات هذا الإجرام وتداعيات ما تقوم به سلطات الاحتلال على الأرض، وبالذات أن الجرائم تطال بالأساس الأبراج والتجمعات السكانية والمدنيين العزل والمستشفيات. أستاذ سليم، اليوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زار تل أبيب وأيضا قام بزيارة الضفة الغربية، كيف يمكن فهم هذه الزيارة؟ هل أن أنتوني بلينكن يحمل شيئا جديدا؟ نعم، يعني لابد أن نلفت الانتباه إلى أن أنتوني بلينكن منذ البداية يعني قدم إلى تل أبيب وأعلن دعمه الكامل ليس كوزير الخارجية بل كيهودي، وصفه الكامل للوقوف مع إسرائيل. أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية هي يعني حسب التوقعات بأنها لا تؤيد التصعيد في قطاع غزة وتجنح إلى التوصل إلى اتفاق هدنة، ولكن هي أضعف من أن تفرض ذلك على إسرائيل. هناك تجري مشاورات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة
إفهامهم بالموقف الأمريكي. إذا رفضوا واستمروا بالحرب ستكون أمريكا يعني فقط تسوق لموقفهم وتدعم لهم وتترك الأمر لنتنياهو، هو الذي يتخذ القرار وهو الذي يقرر إذا كانت إسرائيل ستمضي في الحرب أم ستجنح إلى الهدنة. لذلك الموقف الأمريكي هو موقف منحاز وسافر لإسرائيل، وهو أضعف من أن يفرض وجهة نظره على إسرائيل، لأنه يعني الحرب في قطاع غزة هي خسارة وخسارة كبيرة على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة عام 2024، وأيضا على دور الولايات المتحدة في المنطقة وكذلك سمعتها في العالم لكونها تدعم حرب إبادة في قطاع غزة. وتؤثر هذه الحرب بطبيعة الحال على الملف الأمريكي، الشأن الأمريكي الداخلي. شاهدنا الكثير من التظاهرات داخل المدن الأمريكية. حرب غزة لم تبدو فقط شأنا غزيا أو فلسطينيا أو عربيا أو إسلاميا، في أمريكا كانت شأنا أمريكيا داخليا يتم الحديث فيه بقوة ويتابعون مجريات الحروب. لذلك أعتقد بأن موقف بلينكين يأتي في هذا الإطار. ربما تحاول الولايات المتحدة أن يعني تتحدث مع الإسرائيليين بأنه حان الوقت لوقف إطلاق نار شامل للحرب، ولكن لا يعني يفرضون ذلك على إسرائيل. دكتور محمود، في خضم كل هذا هناك أحاديث لا تتوقف عن ترتيبات ما بعد الحرب. طرحت في ذلك عدة مشاريع، منها ما يلفت الانتباه وهو وجود قوات لحفظ السلام، ولكن هل ستقبل المقاومة هذه الأطروحات باعتقادكم؟ يعني كان واضحا منذ الأسبوع الأول أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي قدم، بالإضافة إلى مجموعات استخبارية وأمنية أخرى، قدمت إلى مجلس الحرب تصورا، هذا التصور مشابه إلى ما حصل في لبنان عام 2006 من خلال تطبيق قرار مشابه للقرار 1701. نعم. الذي يضمن وجود قوات دولية على أراضي فلسطين، أراضي قطاع غزة بعمق 2 كيلو، حتى يتم منع المقاومة من الاقتراب من الحدود وما إلى ذلك. هذا الأمر لن يقبل به أي فلسطيني، سواء أكان في المقاومة أم كان في أي تنظيم آخر، حتى على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا أمر من المحرمات، لا يمكن القبول به ولا يمكن التسليم به، لأنه أولا يعني هو مصدر للإزعاج الفلسطيني العام، وهو مصدر للانشقاق، ومصدر يعني للخلافات أو لتعقيد المشهد الداخلي. لا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني أمام هذه التضحيات الجسيمة جدا بأن يخرج بالهزيمة. أمام هذا الصمود أنا أعتقد أن إسرائيل لم يعد أمامها إلا الرضوخ، الرضوخ لإرادة الشعب الفلسطيني. وهناك ممر إجباري وهو ممر سياسي، هذا الممر يكون من خلال القنوات الرسمية المعترف فيها سياسيا على الصعيد الدولي، وهذا يتطلب أيضا وجود استحقاق فلسطيني داخلي، وهو أن يتم الاتفاق على قيادة جماعية لقيادة هذه المرحلة بتجلياتها وتعقيداتها وخطورتها، حتى نتمكن من محاورة أمريكا وإسرائيل وصولا إلى اتفاق سياسي مرضي على أساس الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. يبقى هناك سؤال في وجدان كل فلسطيني، هل نحن نضحي حتى نعود إلى الخلف، أم أننا نضحي حتى يعني نحقق قفزات إلى الأمام ونحقق المزيد على صعيد جلاء هذا العدو من أراضي فلسطين. الكل يؤكد على أن هذه التضحيات لا يمكن أن تقابل إلا بتصميم على الحقوق وعلى انسحاب إسرائيل وفق ما تسمى بمبادرة السلام العربية وقرارات 242 و338. وهنا لا أجد أي اختلاف بين أي فصائل فلسطينية، سواء أكانت داخل منظمة التحرير أو خارج منظمة التحرير، بالنظر
إلى الوثيقة السياسية المعدلة التي اعتمدتها حركة حماس عام 2017. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث الفلسطيني سليم سليم، وعبر الهاتف من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف، شكرا جزيلا لكما.